أهلا بكم. نبدأ من السعودية، حيث شهدت اليوم مدينة الدمام شرق البلاد انفجارا أمام مسجد شيعي في موقف سيارات المسجد، وأثرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا في موقف السيارات وجرحى وأجلاء جثة على الأقل. وأكدت وزارة الداخلية أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تنفيذ جريمة إرهابية لاستهداف المصلين في جامع العنود. ووقع الانفجار عندما كان المصلون يستعدون لأداء صلاة الجمعة. هذا وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في حسابه على تويتر مسؤوليته عن الهجوم. هجوم يأتي أسبوعا فقط بعد انفجار داخل مسجد شيعي في منطقة القطيف السعودية أدى إلى مقتل 21 شخصا. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية تنفيذه كذلك.